السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كل زمان وفي كل مكان، اليوم حنتكلم معكم عن الحلم. الحلم هو منه الصبر والتحمل إلى آخره، في قصص مختلفة في أربعة أماكن مختلفة. الأولى منها كانت في مدينة لوس أنجلوس في عام 2003، كنت مكلفا بإلقاء خطبة الجمعة في مسجد من مساجد المدينة، وتحدثت في الخطبة عن فضائل الإنفاق وجمع أموال الزكاة، وانتهيت من إلقاء الخطبة الجمعة، ومن بعدها ذهبت لكي أجمع التبرعات أمام باب المسجد. وكان هناك شابا من حزب التحرير يقوم بتوزيع أوراق حزب التحرير على المصلين، فلما رآني بدأ يصرخ في وجهي ناهرا إياي عن جمع أموال الزكاة والصدقات، والتي هي فقط من حق خليفة المسلمين، وليس من حق أحد أن يجمع مثل هذه الأموال إلا خليفة المسلمين. وكان يريد أن يقيم علي الحجة أمام المصلين ناظرا إلى إياهم لكي يشاركون النقاش المحتد هذا. فقلت له جزاك الله خيرا، فازداد صراخه وكررت تديد هذه الكلمة مرات ومرات ومرات. فلما يأس مني ويأس من مشاركة المصلين في النقاش، ويأس من عدم ردي عليه وعدم انفعال عليه، ما كان عليه إلا أنه قال: أليس لديك كلمة أخرى غير جزاك الله خيرا؟ فرددت قائلا جزاك الله خيرا، فيأس مني وانصرف وتركني وحيدا. الحادثة الأخرى كانت في برمنغهام في 2012 في مسجد الأمانة، وصلي التراويح، وكان المسجد مكتظا بالمصلين، وكنت قد كلفت بإلقاء كلمة عن المصلين قبل الصلاة التراويح في رمضان، وتحدثت عن إحدى القضايا الإسلامية ذاكرا بعض الأرقام والتفسيرات، وكان في المسجد قرابة أكثر من 1000 مصلي. فنهرني أحد المصلين ظنا مني أنني قلت شيئا غريبا شنيعا لم أدركه، فرددت عليه قال: إنني لم أقل ذلك ولم أقصد ذلك. فأصر على قوله، فتحول كلامي معه لاستعمال الكلمة السحرية: أنا لم أقل ذلك على الإطلاق، وإن كنت فهمت مني قد فهمت مني، فأني أعتذر عليك وجزاك الله خيرا. كانت الكلمة السحرية هي جزاك الله خير. في ذلك الوقت بدأ المصلون يتململون منه، وبدأ البعض يهدئه، فقلت لهم لكي أنهي الحوار: جزاكم الله خيرا، وطلبت من الإمام إقامة الصلاة. الحلم سيد الأخلاق كما تعلمنا في الروايات وفي الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.